وهلأ مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الحوارية الثانية بصباحنا لليوم اللي بتحكي عن موضوع كتير مهم وجميل وبيفيد شريحة كبيرة من المجتمع سواء كانوا صغار كبار كل اللي بيهمهم هذا الموضوع اللي هو التعليم الإبداعي. كيف ممكن نكون مبدعين بمجال معين؟ شو الطريقة؟ شو الأسباب؟ إلى آخره. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع رح يكون معنا بالاستوديو لليوم الأنسة ميس إسماعيل، أهلا وسهلا فيك يا نورتينا، أو الأستاذة ماهر دعبول كمان أهلا وسهلا فيك نورتينا. طبعا حضرتكم مدربين في التعليم الإبداعي، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. طبعا السيدات أولا بعد الأستاذ ماهر، خلينا نكون مع تعريف التعليم الإبداعي لو سمحتي. هلا إذا بدي أنا أعرف التعليم الإبداعي بدي أعتبره أنه هو عملية بيتم وضع فيها المتعلم أو المتدرب سواء كان مراهق أو شاب أو طفل بموقف، هاي الموقف هذا فيه مشكلة معينة أو في نقص أو في نوع من التناقض، هاي المشكلة أو هذا التناقض بيخلق نوع عنده نوع من الحافز حتى يدور على حل هيدي المشكلة أو يدور على الأوجه الشبه والاختلاف بهي التناقضات أو إكمال هيدا النقص الموجود بهي الموضوع أو بهيدي المشكلة. فهيدا الدافع للبحث عن المشكلة بيخلق عنده نوع من حب الاستصلاح، حب الاستكشاف، حب للمعرفة، بيطلع بمستويات التفكير للمستويات الأعلى حسب مستويات بلوم الإدراك المعرفي عند التحليل عند التركيب وصولا للمستوى الأعلى واللي هو الابتكار اللي عم ودينا للإبداع. فمن هون ننطلق أنه هو عبارة عن معالجة مشكلة ما للتوصل إلى حلول أو حل أو مجموعة من الحلول الإبداعية لهي المشكلة. هلا شو أهم الدوافع الإنسانية القوية اللي بتخلينا نحن نحب نتعلم أو إنه يكون يعني الموضوع التعليم الإبداعي إنه طبعاً موجود أو إنه نحن نكتشفه بالشخص؟ هلا الدوافع هو بينطلق من نفسه، يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع التعريف التعليم الإبداعي أو شيء، بالنهاية أنت لما عم تشتغلي تعليم إبداعي أو شخص عم يخضع لعملية تعلم إبداعي هو بالنهاية عم بيحاول يكتشف حلول. هيدي الحلول رح يشوف هي قديش مناسبة قديش ملائمة للمشاكل اللي عم بيواجهها. كمان رح يكون في عنده إذا بدي سميها غربلة لهيدي الحلول، منها ملائم منها غير ملائم والحلول اللي هي أكثر جدوى. بالنهاية كمان نحن بحاجة دائما لموضوع أنه الشخص لما يندمج بشيء هو بيحبه أو يحس الشيء اللي عم يشتغله هو حقيقي وموجود على واقع، يعني موجود على أرض الواقع أنه هو عم بينفذه. كمان ممكن يعني الإنسان دائما في عنده بحث يعني حب للبحث والمعرفة ودائما يدور ويكتشف ويكون عنده هاي الحالة تبع أنه في مشاكل دائما لازم يدور على حلولها إلى ملائمة وبتناسب وبتلبي احتياجاته بشكل عام. يعني هل هو أستاذ ماهر لو بس هيك وضحنا الفرق بين التعليم والتعلم الإبداعي؟ تمام. هلا التعليم الإبداعي هو أنك أنت تتبع مجموعة من الوسائل أو الطرق من خلالها بتساعد الأطفال أو الأشخاص أو أي حدا خاضع لموضوع التعليم لحتى أنه يبني صورة أو يستخدم أدوات جديدة يفكر بطريقة مختلفة، يعني يطلع مثل ما يعني بسموها هي يطلع من الصندوق، يعني يفكر بطريقة غير تقليدية. التعلم الإبداعي هو بصير الموضوع بالمنحة الثانية أو بالجهة الثانية اللي هو عند الأطفال أو عند عم يخضع على الموضوع. عم يخضع على الموضوع بصير هو بقى يشتغل على مهاراته على إدراكه على قدراته بالنهاية لحتى يوصل للهدف الرئيسي اللي هو دائما حكينا أنه يكتشف قدر يعني يشوف حلول مناسبة للمشاكل، يحاول دائما يطلع بأفكار بتلائم الواقع أو ممكن يغير وياخذ بمنحة تانية. يعني خليني بس تضيف شوي، خلينا نعتبر أنه التعلم الإبداعي هو ذاتي نابع من الشخص، أما التعليم الإبداعي هو عبارة عن تعليم موجه موجود فيه مدرب أو معلم ميسر وموجه للعملية التعليمية وعم يحط قدامه مجموعة من الأدوات حتى هو يستفاد ويستثمر هذه الأدوات بطريقة إيجابية بتفيده هو. طب كيف بنقدر نتدرب على الإبداع وشو هي أهداف الإبداع؟ هلا أهداف الإبداع فيني أنا محورة بثلاث محاور، هي أولا رفع مستوى الوعي الإبداعي عند الأطفال. بدي أنا أختص في موضوع الأطفال لأنه مثل إحنا بدنا نبني قدرات إبداعية خلينا نبلش فيها من الثمرة الأولى أو من البذرة الأولى واللي هي الطفل، رفع مستوى الوعي الإبداعي، تنمية القدرات الإبداعية عند الأطفال وحسن توظيفها وحسن استخدامها على أرض الواقع بتتم تنميتها عن طريق مجموعة من المبادئ أو مجموعة من الأمور، هي المرونة، هي أصالة، هي الطلاقة عند الطفل وعند التفضيلات. فخليني أنا أوضح كل بند من هالبنود. المرونة هي عبارة عن
قديش قادر الطفل او قديش قادر الشخص انه يعطيني مجموعه من الافكار مرتبطه بفكره واحده او مجموعه من الكلمات او مفردات مرتبطه بمعنى واحد. فهي ممكن نوصل لها نحن عن طريق مجموعه من الانشطه الموجوده، انشطه صفيه، عن طريق وسائل او طرائق الحوار، طرائق الاستنتاج، طرائق استنباطيه. ممكن نحن نوصل لهي المرونه عند الاطفال، واستخدام كمان اسلوب ثاني بنحكي فيه بعدين هو اسلوب العصف الذهني. الطلاقه خليني اعتبرها هي بنك للأفكار، يعني توليد كم هائل كثير من الأفكار ومن المعلومات بطريقة هاي الأفكار، بحيث أن نستخلص منها كل ما هو مبتكر أو إبداعي، فيه نوع من الخلق أو من التجديد بهاي الأفكار. الأصالة، بيتميز الطفل بالأصالة وقت اللي بيكون عنده قدر يعطيني فكرة، بس هالفكرة هي متميزة جديدة فريدة من نوعها، بيتميز فيها عن باقي الأطفال الآخرين، فهون بتميز بصفة إبداعية هي صفة الأصالة. والتفضيلات، يعني أنا هيدا الطفل موجود، ممكن يقدر هيدا الطفل أنه يوصلني لهي الفكرة، يعمل لها إخراج تاني، يعمل لها تزيين، يعمل لها تطوير، يقدر ينفذها ويوصلها للآخرين عن طريق المناقشة، عن طريق لعبة ما، عن طريق تجربة ممكن يقوم فيها عملية واضحة. فهون بيكون أعطاني مجموعة من المبادئ، هي مبادئ للتعليم الإبداعي، بيكون عنده حس إبداعي هذا الطفل. حلو كتير. أستاذ ماهر، كونه ذكرنا العصف الذهني، لو وضحنا مفهوم العصف الذهني أكثر. العصف الذهني هو أداة مثل أي أداة تستخدمها أنت بالتدريب وبالتعليم. بيكون التركيز فيه على انك تاخذ افكار او تاخذ افكار من المتدربين نفسهم. طبعا اجت تسميته او انه ليش عصف ذهني، لانه عمليا الدماغ لما بياخذ فكره ببلش يحللها، ببلش يعني ياخذ حيثيات للموضوع او لاي مشكله، ببلش مثل اذا بدي احكي بناء الافكار، ببلش شبكه من الترابط بين المشاكل او المفردات، وبعدين ببلش انه يبلش دماغي يشوف حل او يبلش يشوف مرادفات او هاي الامور. يعني عمليا انت عم تاخذ مشكله، عم تعمل لها تحليل، عم تعمل لها تشخيص، وبالنهايه عم بتشوف لها حل. ضروري حكينا عن مشكله، اذا حكينا عن اذا حكينا عن مشكله، اذا حكينا عن فكره، فهي عمليا انت دائما عم بتشوف هاي الفكره، عم بتشوف ابعادها، عم بتشوف هي قابله للتنفيذ ولا لا، عم بتشوف ممكن الافكار اللي بتشبهها، الافكار اللي بتختلف كثير عنها، تناقضاتها. فينك العصف الذهني هو ما نو حكر على مشكلة أو فكرة، هو فينك تطبقه أنت على أي شيء ممكن يحفز العالم أو أنك تشتغل فيه. بالنهاية هو أنه رح يكون في العصف الذهني هو بيطبق على مجموعة من الأشخاص، يعني رح يكون تبادل الأفكار. يمكن تمام، هو رح يكون في تفاعل وشبكة. الشبكة رح تكون ما مبنية بين المدرب والمتدربين فقط، لا، رح يكون كمان حتى بين المتدربين نفسهم. يعني أنا ممكن لما أحكي فكرة، رفيق اللي بجنبي أو المتدرب اللي بجنبي رح يستفيد من الموضوع وكمان يبني على فكرتي ويطلع فكرة تانية. هيك الموضوع تبادل، يعني تفاعل. هي فينا نعتبرها من مبادئ العصف الذهني ولا في مبادئ أخرى؟ لا، هلا اكيد في مبادئ العصف الذهني. يعني العصف الذهني بيقوم على مبدأين كثير رئيسيين. المبدأ الاول يلي هو تأجيل الحكم على قيم الافكار. طبعا شو يعني تأجيل الحكم على قيم الافكار؟ يعني انا لما بعمل عصف ذهني رح اخذ مجموعه من المعلومات، هيدي المعلومات اللي عم باخذها بأجل حكمي على الافكار، او على يعني ما بعطيها قيمه فورا. بالنهاية أنا بيهمني أخذ كم كتير كبير من المعلومات قدر الإمكان من كل الأشخاص الموجودين، وهيدي الكمية من المعلومات بعدين مثل ما حكينا يمكن بالبداية أولاً أنه ممكن أنا أعمل لها غربلة وشوف شو الشغلات اللي بتلائمني وسير الموضوع بهالاتجاه. عملياً أنا ما بلغي ولا فكرة. يعني المبدأ هذا كمان كتير مهم، لأنه أنا يعني في أشخاص ممكن أنت وعم تعمل عصف ذهني يكون عندهم خوف من أنه فكرته ممكن تكون بسيطة أو يعني ما أنا كتير منطقية بنظره، طبعا بتكون هي مبلشة هيك، فممكن يكون في عنده خوف من أنه حدا يكون في يعني ممكن مدعاة لسخرية أو نقد من رفقاته من الأصدقاء أو من المتدربين. فهذه العملية أنه بتخلي الموضوع يروح بجانب تاني، لأنه لا، خلي يكون متشجع، فيك دائما تعطي أفكار. أنا عمليا هون ما عم بنقد حدا، ما عم قيم أفكار، أنا بس عم باخدها. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني اللي هو له علاقة بالكم بيوديني للكيف. يعني عمليا أنا عم بشتغل مع متدربين، عم باخد منهم مجموعة من الأفكار، كمية الأفكار كل ما كترت كل ما حصلت على نوعية أكثر من الأفكار. النوعية هي بتفيدني أكثر لحتى أخذ، أو إذا بدي أقول أني ارتقي دائما بنوعية الأفكار وبجودتها. كل ما كان في أفكار أكثر، كل ما في تنوع أكثر، فكل ما كان في حلول أو أفكار أفضل.
حلو كتير. هلا أنسي ميس، لو حكينا شوي اسا عن العصف الذهني بايضاح اكثر، هو مجموعه من الاشخاص او مجموعه من الافراد عم يطرحوا افكار تجاه فكره معينه، تجاه مشكله معينه، مثل ما تفضل الاستاذ ماهر. الافكار بتكون لبعض انما بتكون لشخص معين، وعمليه تقييم او عمليه التغذيه الراجعه بالنسبه لتقييم الافكار الى ايجابيات واكيد الى سلبيات، لو نحكي فيهم بالنسبه لطارح الفكره. هلا الفكره المطروحه هي مطروحه بدنا خلينا نعتبر احنا عم نعمل نظام مجموعات، فالفكره المطروحه هي مطروحه بالنسبه للمجموعه. الافكار كلها بدي اخذها من المجموعه، ممكن انا استخدم وسيله ادونها على وايت بورد، ممكن انا يعني في شخص مستقبل تماما، هو هي عباره عن مرسل ومستقبل، بس هذا المستقبل مهمته يكون حيادي، يكون ميسر لهيدي العمليه، ما مهمته هلا هو يقيم هيدي الافكار اللي عم تنطرح، هو يعني بيجمع بس. تمام، هو فقط عليه عمليه تجميع. ممكن المجموعه بحد ذاتها هي بعد ما يتم تجميع هيدي الافكار ممكن هي بحد ذاتها تعمل نوع من التقييم او التغذيه الراجعه، انه ترجع هي تاخذ النوعيه من هالافكار، انه هي الافكار هي ايجابيه بتخدم موضوعي او الافكار هي سلبيه ما بتخدم موضوع او بعيد نوعا ما عن الموضوع، طبعا بالتوافق وبالتشارك مع كل افراد المجموعه اللي انا عم امارس عليها عمليه العصف الذهني. طب انت حضرتك ذكرتي انه ممكن يكونوا بالعصف الذهني ممكن تكون في عندي فئه عمريه صغيره، طبعاً. فعمليه التغذيه الراجعه من قبل ما بعرف، خليني يقول انه هو مستقبل الافكار، طبعاً. ممكن تكون يقول انه هيدي الفكره المعينه سلبيه او ما بتخدمني، طب طبعاً. بالنسبه للطفل هذا بتكون عنده ممكن تشكل انه رده فعل سلبيه، انه انا فكرتي ما انا كويسه، انا ممكن اتوقف طبعاً. عن طرح الافكار، هلا كيف بتحلوا هالمشكله؟ هلا بالنسبه للاطفال للفئه العمريه الصغيره ما بنفضل يكون التقييم او التغذيه الراجعه مباشره امام الطفل، ممكن على انفراد يعني؟ ممكن نحن نعمل جلسه ثانيه، هي الجلسه الثانيه نرجع نحط هيدي الافكار اللي لها علاقه بالموضوع اللي نحن عم نطرحه او عم نعالجه، نرجع نبوب هيدي الافكار كلياتها بتسلسل ونعرضها عليهم كهي افكار بدون ما نمس الطفل بطريقه مباشره انه انت كان فكرتك خطا، بتوصله بطريقه غير مباشره انه انت فكرتك نوعا ما كانت بعيده عن الموضوع اللي نحن عم ناخذه. هلا نحن راح نتابع معك الحديث انت والسيد ماهر، لكن راح نكون مع استطلاع لزميلتنا نور اسماعيل عن نفس الموضوع اللي عم نحكي فيه واللي هو التعلم الابداعي وراجعين. أهمية التعلم الإبداعي للطفل. هلا الطفل شيء طبيعي انه هو بيتفاعل مع المجتمع، فلازم تعلميه بكل شيء، ومن ايام الرسول حظ الرسول على التعلم، علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فبالنسبة للتعلم بيتفاعل الولد مع المجتمع، سباحة ضرورية لتنمية قدراته العضلية، تنمية مخه، تنمية التفاعل مع المجتمع، كيف بيتعاطى مع رفقاته مع الناس. بهالحالات هاي بتلاقي الولد بيصير أوعى، بيصير عنده قدرة على التركيز أكثر. التفاعل ضروري لكل تعلمي من الصغر لحتى أنت بعدين بدك تركيه، ما نقدر يمتيله، الأهل ما دايمين لأولادهم إطلاقاً. مع الأيام بدهم يتركون يروحوا على الجامعة، يتعاملوا مع بشر لحالهم، يتعاملوا مع رفقاتهم لحالهم، ممكن يغترب كتير على الكبر، ما فينه بقى بيزبط. الأعمى أو الألعاب التفاعلية بشكل عام هي للأطفال، التفاعل يعني هني انت كيف توصلين المعلومه من خلال لعبه، من خلال شيء عملي يقوموا عليه، ما انك تحفظيهم اياها تحفيظ، بتمرقي لهم اياها من غير ما يحسوا بالقطع اللاواعي تبعهم وبتركز بالذهن. فهي شغله كثير مهمه بحيث انه هني ما يملوا من المعلومه، ما يهموا ما يملوا من الساعه الدرسيه اللي هني عم ياخذوها، وبتوصلي لهم لروحهم وبتنمي قدراتهم وبتطلعي شوفي بباطنهم بعقلهم الباطن وبداخلهم للواقع يعني للحاضر. مبادرة التعليم التفاعلي بتهدف من نقل التعليم التقليدي لمرحلة التعليم التفاعلي مع الأطفال. بيصير هدفنا هو يكون الطفل جزء من المعلومة اللي عم نعطيها ضمن القدرات الموجودة، ضمن جهاز من المشرفين عنده خبرة بسيكولوجية الطفل، عنده خبرة بمعلومات المنهاج الدراسي، لأنه هو فكرتنا بتهدف لأخذ المنهاج الدراسي عند الأطفال وتحويله من معلومات تقليدي لمعلومات تفاعلي. جزء من المبادرة هو بيعطي تعليم الطفل عن طريق لعب في ألعاب تفريغ طاقة ونشاط للأطفال، ألعاب بتنمي الذكاء وحس التساؤل عند الطفل والناحية الخلاقة عند الطفل. فيما بعد بيصير إعطاء المعلومة عن طريق تكنولوجيا اللي هي تقديم فيديوهات
عن مادة الدرسي أو التعليمي مثل المواد الجغرافية أو العلوم كجسم الإنسان، هي ورشة جسم الإنسان، والصور والتركيز على جميع الأطفال بمختلف طباعهم ومختلف شخصياتهم، والتعامل مع كل طفل بشخصيته المستقلة، ودعمه نفسيا على يكون أحد المبادرين لأعطاء المعلومة حتى لزملائه ضمن الورشة. فيما بعد عندنا النشاط الفني بالمبادرة، هو بيتضمن نشاط فني للأطفال عن المعلومة اللي أخذها خلال المادة التعليمية. بعد ما تابعنا هذا الاستطلاع وشفنا آراء الناس كيف برأيهم هو شو التعليم الإبداعي، شو في كان يعني شيء من اللي ذكروه هو صح وشو في شيء غلط؟ خلينا نفهمهم يعني وننورهم أنه المعلومة الصحيحة منكم. تفضلوا. هلا التعليم الإبداعي مثل ما قالوا هو عبارة عن عملية تفاعل ما بين هو تعليم بطريقة تفاعلية، يعني أنا ما فيني أنا أدرب طفل أو علم طفل تعليم إبداعي بدون ما يكون في عندي أنا تفاعل مع هذا الطفل. حتى في شيء دائما ماهر بيقوله، حتى أنت تدرب أطفال أو تتعامل مع الأطفال مباشرة أنت بدك تكون طفل مثلهم، بدك تنسى حالك أنت كراشد أو كمتدرب أو كمعفوا كمدرب، وبدك أنت تتفاعل مع هدول الأطفال كطفل مثلهم طبعا، بس عندك باستخدام طرق وأساليب مدروسة تعليمية وتربوية. هلا التعليم الإبداعي حتى أنا أوصل طفل ليصير عنده تعليم إبداعي لازم أنا يكون نمي عنده حب الاستطلاع، حب الاستكشاف، لازم أنا أدمجه مع أطفال عندهم هيدي الموهبة أو عندهم هاي الإبداع، لازم نمي عندهم شيء اسمه الطلاقة الفكرية، وهي الطلاقة الفكرية ممكن أنا نميها عن طريق طرح أسئلة كتير على هيدا الطفل. فمن خلال هاي الأسئلة ممكن نتوصل لمجموعة من الأفكار، ممكن نتوصل لتجربة ممكن يقوم فيها الطفل بشكل عملي، هاي التجربة هي جديدة هي فريدة من نوعها بالنسبة له، فبتعطيه صفة إنه الإبداع. وممكن أنا كمان مع هيدا الطفل حتى خليه يكون مبدع بشكل ما، اتبع معه أسلوب التفكير التكاملي أو التفكير التباعدي. التفكير التكاملي يعني أنا ممكن أعمل معه عصف ذهني حتى يعطيني بدائل ممكنة لفكرة مطروحة ما فيني أنا قادر نفسه، يعطيني بدائل ممكنة لهي الفكرة. أو ممكن تفكير تباعدي، هذا التفكير مو يعطيني بدائل، يعطيني عدة احتمالات ممكن أنا استخدمها مع هذه الفكرة، وهالاحتمالات بتكون جديدة منها احتمالات قديمة. تمام. في فكرة ذكرت بالريبورتاج هي كتير مهمة، أنه التعليم التفاعلي هو شيء أبداً مانو تقليدي مانو تلقيني، يعني اللي هو صراحة التلقين هي الصفة الرئيسية الموجودة بالتعليم التقليدي. التعليم التفاعلي بيكون في من اسمه تفاعل، يعني بيكون في تفاعل، بيكون في انخراط بالعملية التعليمية غير التعليم التلقيني. يعني مثال عملي إذا بدي أحكي، أنه في فرق كتير كبير ما بين أنا أجيب طفل وخبره أنه كتوب انه الشوكولا هي في نوع ابيض وفي نوع ونفترض بني وهي نكهتها حلوه وهيدا الحكي انه كتوب، وما بين انه جيب له قطعه شوكولا دوغا وانت خبرني شو حسيت وشو شفت. يعني هيك عمليا يعني حلو طرح الفكره عن الشوكولا. فعمليا هيك بيكون تفاعل، يعني انا عمليا عم خليه يدخل بحدث، عم خليه هو يكتشف القدرات، عم حفزه هو يشتغل اكثر، عم حفزه هو يطور قدراته ومهاراته. بهيدي الطريقه باخده على محل اللي انا بدي اياه، بس بطريقه غير تقليديه وغير تلقينيه. يعني هي اهم شيء انه ما يكون تلقيني. معناتها في مشكله اذا كنا بالشتاء وبدنا نعطي درس عن البحر من اجله للصيف. طيب استاذ ماهر، في مبادئ أساسية للتعليم الإبداعي؟ يعني أنا نحن حكينا أنه أنا بالتأكيد بدي بلش مع أطفال صغار كونه مشان أنا عم ببني بالنهاية مجتمع قائم على أسس صحيحة للتعليم الإبداعي. لكن خلينا نحكي شوي هلا عن التعليم. فيني أنا مثلا مبادئ أساسية اتبعها من أجل التعليم الإبداعي؟ مبادئ الأساسية يعني هو يمكن حكيت عنها مثل الطلاقة نحكي عنهم. هني موضوع الطلاقة، شو يعني الطلاقة اللي مشان ما بعرف إذا حنكرر كتير، هو بنك أفكار، يعني الطفل يكون عنده مخلون كتير كبير من الأفكار. المرونية اللي هو أنه يكون قادر دائما أنه يكيف الأشياء أو الأفكار بمنحة مختلف عن الحالة التقليدية. هو يمكن أنا سؤالي يمكن أستاذ ماهر يمكن أنا دوما عم بتوجه نحو الأطفال، لكن التعليم الإبداعي كعنوان عريض ما هو موجه يمكن فقط للأطفال،
الأطفال صحيح؟ أكيد. يمكن ممكن أن تتبعوا بالجامعات أكيد. يمكن أن تتبعوا بالمرحلة الثانوية فبدأ تختلف الخطوات بين التعامل مع الأطفال والتعامل مع الكبار. هلا أكيد كل والشباب. يعني أكيد كل فئة عمرية إلى خصائص محددة، يعني كل عمر في له خصائص بنيوية أنت رح تتعامل معه. حكيت مثل إنه لما بيكون عندك أطفال صغار أنت بمحلات بحاجة لحتى تنزل لمستواهم، بحاجة لتلعب معهم اللعبة لحتى يقتنعوا باللعبة لحتى يوصلوا الفكرة. الأشخاص الأكبر أكيد الأدوات رح تختلف، رح يكون في يمكن أكثر إذا بدي أحكيها أكثر وعي. فأنت بحاجة دائما تغير أدواتك معهم وتحول العملية التعليمية لشيء لأمهم ويناسبهم. بالنهاية الشيء اللي بيجلب الأطفال أكيد ما رح يجلب المراهقين، واللي بيجلب المراهقين ما رح يجلب يافعين. فبالنهاية أنت دائما لازم تكيف أدواتك، تكيف ماديتك. طبعا هون بيدخل كتير عامل مهم، انه قديش انت ملم بهي المادة اللي عم تعطيها، قديش عندك قدرة انك تكيفها وتغير فيها لحتى تتلائم مع الشريحة العمرية اللي عم تشتغل معها، وبالنهاية توصلوا للهدف اللي بدك اياه، اللي هو انه يعني يكون في عندهم طرق او وسائل جديدة لحتى يتحفزوا ويفكروا بطريقة ابداعية غير تقليدية. يعني التعليم التفاعلي بيكون موجه للفئات العمرية بشكل اكبر الصغيرة؟ لا، هو يعني انت فينك تشتغلوا مع اي فئة عمرية، يعني من الصغير لكن له خصوصيه. بس عم بحكي انه في فرق بين انك تعمله مع الصغار عن مراهقين عن يافعين، لانه بالنهايه بالاصل الاشخاص يعني اللي بيجلب الطفل غير اللي بيجلب المراهق، غير اللي يعني حتى كمواضيع محدده بالاصل اللي بيجلب الاطفال غير اللي بيجلب المراهقين. هون يعني دور المدرب او المعلم الميسر للتفكير الابداعي لازم يكون له مواصفات خاصه. تفضلي. بالنسبة للمدرب التعليم الإبداعي أكيد لازم يكون متصف بمواصفات، أكيد لازم يكون مرن جدا، أكيد لازم يكون مواكب للتطورات والتقنيات الحديثة الموجودة حتى يكون ملم بالمادة التدريبية أو التعليمية اللي هو عم يحاول أنه يوصلها أو يعلمها للمتدربين. أكيد بدي يكون عنده قدرة على التكيف مع جميع المستجدات اللي عم تصير بالبيئة المحيطة فيه، سواء كانت هي البيئة هي بيئة صفية أو قاعة درسية أو بيئة محيطة، ويتفاعل معها بحماس ويتفاعل مع الموقف بحماس وحيوية. كمان لازم يكون بعيد تماما عن العدائية وعن أنه ياخذ موقف إفرادي من طفل ما أو متدرب. بدي يكون منفتح على جميع الأطفال أو على جميع المتدربين، بدي يكون متقبل الفروق الفردية الموجودة بيناتهم. وفي بعض المحلات أنت عم تتعاملي ساعة عم تتعاملي مع أطفال وعم تتعاملي مع مراهقين ومع شباب، فهدول الأطفال أحيانا كمان بيصعقوا إن هنا المعلومات كتير واسعة، وأحيانا ما بيفاجئوا كبير بثقافتهم، وأحيانا ممكن إنه تتعرضي لموقف أو لسؤال من قبلهم ممكن أنت ما تكوني ملمي فيه أو عندك اطلاع فيه. فهون كتير مهم بالنسبة للمعلم أو للمدرب إنه أبدا ما يوقف موقف سلبي من هالموضوع، ممكن يتخلص من الموضوع بطريقة كتير سلسة. ولو اضطر إنه يعبر إنه هو ما بيعرف عنده معلومات عن هذا الموضوع، ممكن نحن نبحث عنه ونتوصل كلنا لنتيجة. كمان لازم يكون المعلم عنده قدرة على اكتشاف هاي المواهب وتنميتها وتوظيفها وحسن استخدامها، وعلى تنمية الاستقلال الذاتي عندهم وإطلاق العنان، لأنه فيهم وعطيهم حرية وفسحة واستقلال لهدول الأطفال أو للمتدربين. هاي برأيي أنا الصفات اللازم يتصفيها. ممكن يكون هذا المعلم هو معيق للتفكير الإبداعي؟ أكيد طبعا ممكن يكون. كيف؟ هلا وقت اللي بيكون نمطي، وقت اللي بيكون متبع وسائل التعليم أو التدريب التقليدية، وقت اللي بيكون ما بيستخدم وسائل حديثة أو وسائل جذب، خليني أعتبرها ممكن أنا كوسيلة جذب استخدم أنا مثلا عروض باوربون، ممكن أنا أعرض فيديو، ممكن أعرض استخدم شرائح، ممكن استخدم بطاقات كلمات أو بطاقات صورية، هي كلها بتعمل وسائل جذب بالنسبة للمتدربين وبتعمل عملية تحفيز لهم للبحث والاستكشاف. فوقت اللي بيكون المعلم بعيد تماما عن هاي الطرق، ووقت اللي بيكون انطوائي في خليني يعني اوصفه انا ما قادر انه يتفاعل ابدا مع العمليه التعليميه او التدريبيه، فشي طبيعي بده يكون معيق للعمليه التعليميه وما راح يحصل على نتائج ابدا. تمام. ممكن يكون هو فاقد لجزء من المرونه، يعني بمحلات ممكن بالجلسه تروح بمحل هو ما مخطط له سلفا، فاذا ما قدر يتعامل مع الموضوع وكان عنده المرونه الكافيه فضاعت منه الجلسه. في الشغله الثانيه كمان اللي الحب انه كنت ركز عليها هي انه المدرب بمحلات لازم يكون يعني يركز بالعمليه التعليميه على الاطفال، كونه هن محور العمليه اكثر من الماده. يعني انا يعني المدرب المعيق للعمليه التعليميه او التعليم الابداعي هو دائما بيكون عم بيركز على الماده اكثر ما عم بيركز على الاطفال. بالنهايه انا بيهمني الاطفال اكثر ما بتهمني الماده. الماده هي شيء كثير مهم، بس لما بدي اعملها بطريقه تلقينيه، لما ما بهتم فيهم هن انه وصليتهم
ولا لا، انا دائما لازم يكون في عندي تفاعل معهم، هن افهم قديش وصلتهم الماده، قديش هن قادرين يعطوني حلول او بدائل او يعني معلومات جديده. فمن خلال هذا الفيدباك او التغذيه انا دائما فيني اتخيل انه هدول وصلتهم المعلومه صح. ركز يعني ركز على الاطفال وعمليه التعلم عندهم اكثر ما ركز على موضوع الماده. هلا لو سمحت لي استاذ ماهر وكمان انسي ميس، بس ناخذ شويه هيك ارشادات ونصائح، في شيء بتحبوا توجهوه، في شيء لازم نضوي عليه نحن مغفلينه بحياتنا من اجل تنميه القدرات الابداعيه؟ تمام. هلا الابداع بالنهايه يعني هو محلات ممكن يكون حاله فرديه، يعني ممكن حاله شخصيه، يعني لها علاقه بتخص الطفل بحد ذاته او المراهق او اي حدا ثاني. الاشياء اللي ممكن تساعد او تولد حاله ابداعيه عند الاشخاص ممكن ببساطه يعني هو انخراطه باشخاص مبدعين، يعني بمجرد هو يعني كلياتنا بنعرف تاثير البيئه المحيطه ان كان سلبا ولا ايجابا، فانت بمجرد انك تكون مع حدا عنده فكر ابداعي ممكن يكون في هي العدوى الايجابيه بين بين بينك وبينه، يعني عمليا انت دائما عم تاخذ افكار عم بتحاول تشوف الامور بطريقه مختلفه، فالبيئه المحيطه هي كثير شيء مهم. فينا كمان الشيء الثاني اللي هو تحفيز على طرح افكار، عدم النقد، يعني عدم النقد دائما حكينا يمكن حتى بآلية العصف الذهني لما بتاخذ فكره انت ما تقلل من قيمتها، او يعني دائما تعطي فرصه للشخص اللي عم يحكي، ما مش يعني لازم تورجي المتدرب او الطفل او اي حدا انه الخطا هو كثير شيء عادي ونحن من الاخطاء بنتعلم، عمليا كل ما كانت اخطاء كل ما زادت عمليه التعليم، بالعكس تماما، يعني كل ما زاد الخطا كل ما كان الشخص تعلم من خطأه. من تمام تعلم من خطأه وصار يشوف طرق تانية لحتى للحلول اكثر. في ناس ممكن تطلع على الخطا انه انا عرفت على القليل وسيله انا ما لازم امشي فيها وما لازم اشتغل فيها، نورت بشيء معين. تمام. في شيء حابب كمان فيني اضيف بعد ما نساعده بهيدي المسلسله الامور اللي حكى عنها ماهر، وقت اللي بيوصل لنتيجه كثير مهم هيدي النتيجه اللي وصل لها بغض النظر عن هيدي النتيجة كانت كتير إيجابية أو إيجابية بشكل جيد حسب درجات الإيجابية. فمهم كتير نحن نعزز هيدا الطفل أو هيدا المتدرب ونعطيه دافع إنه أنت كتير منيح أنت وصلت لهون، فهيدا بيخلق عنده كمان دافع للاستمرار أكتر مهما كانت قيمة الشيء اللي وصل له لو كان بقدر بسيط كتير. تمام. يعني نحن ما ضل إلا أنه نشكركم على المعلومات الحلوة اللي قدمتوا لنا هي، يعني نتمنى كمان مشاهدينا اللي عم يسمعونا واللي عم يشوفونا يكونوا استفادوا من هالمعلومات وقدروا أنه يعني يحيطوا بفكرة شاملة عن التعليم الإبداعي ويقدروا أنهم يطبقوه. كمان بدي أتشكركم بنهاية هيدا اللقاء السيدة أو الآنسة ميس إسماعيل والأستاذ ماهر دعبول، شكرا لوجودكم معنا. شكرا جزيلا لوجودكم معنا لليوم.